طب عندك كان شرط انه بدكم ترتبطوا بحدا لازم يكون من الطائفة؟ انا ما بكذب بصراحة. ايه طيب هلا نحن هي يعني حيش تسألوني عنها. ايه يعني لانه طيب هي ايه ما نجحت. بس على الجيل الجديد نحن بال 2024 اللي عايش بفرنسا اللي عايش بالمانيا اللي عايش بكندا انه بعدها اللي بعرفها الجيزات اللي بعرفها من طوائف مختلفه 80% منا انضرب. هيك المعتقد تبعك على كل شيء يعني حتى المسيح اذا تجوز مسلم لا ما حتى ما اصحابي علاقة. يعني ما نحن كمان اذا تجوزنا مسيحي مسيحي ما بيصير طلاق او درزه ما بيصير خلاف كثير من اصحابي. خليني مرتاح. انا ما راح اثر عليك على درجه تغير تغير الفكره بس انه انا عم شوف انه ليلى اليوم تاخذ حدا من مجتمع بس انه يمكن مجتمع يختلف لانه هي صارت عايشه بغير بلد. جربنا هي ارجيومنتات كلهم متحدثين فيهم نحن ما عليك هي يعني انتم عايشين كجيل جديد انتم بتقولوا انه انا رايي بهالموضوع مش مثل يمكن انت مثلا ما بتمارس ما بتمارس ما بتمارس ما بتمارس ما بتمارس الديكتاتوريه. انا ما بزعله لبابا بس ياخذ القرار. انا ما بزعله لبابا يعني ما حدا بيستحق اصلا انه زعل بابا نقطه كرمال هالموضوع يعني مين ما كان يكون. فانا بالنسبه لإلي كرمال بابا ما حتى بفكر فيها وما حتى صارت اصلا بحياتي كلها من قبل ولا مره يعني هي واخوتها اخذين هاي القرار مش يعني الكل ايه بعتقد يعني اربعتهم ولادك على نفس الموضوع مش انه هلا في اثنين نشوف هادي لما زوجت وعملت عرس كبير ويعني صار في انتقادات كثير على تكاليف العرس. اول شيء ما في تكاليف العرس كان عرفتي كيف يعني كيف كل الناس بتعرف. اول شيء عملته ببيت الضيعه مطرح ما كل الناس تعمل بيتها عراسه يعني كل اهل الضيعه بيعملوا بهالبيت عراسه مثل كل الناس. المطربين ما اخذوا في الاكل كل الناس بالضيعه بتعمل اكل من اصغر واحد لاكبر واحد بالضيعه اذا عزم الناس بيعمل اكل. هلا انت عم تقول انه العرس كان عادي يعني عم تتواضع ولا لا يعني عن جد ما كان انه حتى الديكوراسيون يعني كان محطوط انجا كم ورده على الطاوله وفيك ابدا يعني ابدا يعني ما في يعني اول شيء اجى بظرف كان بعد الكوفيد الوضع الناس ما بيحمل حتى بالاول يعني ترددنا كثير بس عدنا قلنا طب نحن من 30 سنه مش صاير فرح ببيتنا كله حزن كله بكي كله بدك تبكي على الناس على الشهداء على كذا يعني. فقلت لا بدي اعملها وحكيت كلمه بالعرس قلت انا كذا كذا بس كل اللي كانوا في اكل اذا هذا مصروف يعتبر الاكل كل الناس تعمل عنا بالضيعه اكل انا مضطر اعزم كل الضيعه. طب انت راضي عن مرت هادي وكمان نقاها بتعليم هيك واخذ رضاك؟ بتجنن مرت هادي ما لا ما هو نقاها بس بتجنن كثير بتجنن صرت جده كمان بتجنن ولا جابت بنت بتجنن البنت كمان قد ايه هيك حاضر لتصير جده؟ كيف لقيتي كجده؟ صار لي مهضوم كثير بيحب يعني بيضل عم يغنجها كل الوقت ما بخلينا نحملها ممنوع حدا يمسكها صرنا عم ننزعج نحن طب خياتينا اياها شوي نحن كمان بتتغنج اكثر من ريدا؟ انه ريدا هلا مانا موجوده بس بتصور انه اذا في شيء ما بنزعل عليه انه يغنج اولادنا اكثر مما غنجنا لنا في غنجهم لريدا كثير غنجها ضلني حملها على كتافي كانت صارت عمرها 5-6 سنين بحملها وبمشي فيها. امتين بدك تجوزها لران؟ امتين العرس؟ ان شاء الله صيفيه الجاي. صيفيه الجاي صيفيه الجاي خلص قررتوا العرس بلبنان؟ اكيد بالضيعه؟ اكيد بالضيعه مثل عرس هادي ما بالضيعه ما بنعمل يعني شيء نحن يمكن اصغر شوي بس انه ايه